غابت عنا الكلمات عندما وقفنا على حالة إنسانية منسية بعيدة عن أنظار المسؤولين والمحسنين. مشاهد قاسية لسيدة مطلقة مع طفلين تعيش في كوخ من الطين مع جدتها في ظروف صعبة لا توصف. معاناة كبيرة خاصة في فصل الشتاء. تروي هذه السيدة كيف تكافح من أجل الحياة مع ابنيها وسط هذه الظروف الغير إنسانية. يعيشون مع الثعابين والجرذان. تتحدث بمرارة عن حياتهم القاسية. عندي واحد 15 يوم كانت تصب الشتاء بزاف، دخلني الماء حتى عيط لي بومبي، جاوا الحماية خرجوا لي الماء وداروا لي كيفاش يعود الماء يهبط باش ما يزيدش تخون لي للدار. الدار اللي راني ساكنه فيها دو متر كاري، ما راكم تشوفوا فيها ما مخدومه بالطين بالتراب، ما عندها ما يقدرش حتى انسان يعيش فيها. سولوا ام الحاجه، ما الحاجه هي اللي خلاتني نجي نعيش فيها. الله غالب. طاب وهذه طاها لي جدي وماني، خاطش ما عنديش وين نروح، ما كاين بابات ما كاين يمات ما كان والو. ولادي كيكونوا راكدين توجور نخاف عليهم، توجور نقول بالك كنطغف عيني ولا نخفل ولا طيح عليهم الدار، ما نقدرش حتى كيفاش نسلكهم. شغل توجور هما راكدين وانا نعس فيهم. في الصيف نعسهم حشك من الفيران من الحلوشه، حشك الجراين يدخلوني للدار. توجور شغل دائما خايف عليهم، ما نقدرش نخليهم الغاز الاخر ونخاف منه. وانا كبيره ولو كنت تغمض عيني خلهم عرايه، ما كاش اللي يحفيهم، ما كاش غير ربي برك. يعني نطلب من المؤمنين ومن الناس الخير ان شاء الله، يعني يحنوا على هذه الوليه، يغطوها ما يخلوهاش عريانه، رخويتهم بنيتهم ما يخلوها ليش تتلاوح. يعني هذا ما نطلب منهم. وانا راني دار الايتام، راهم سته، ثلاثه تاوع بنتي وثلاثه تاوع ابني، هم ميتة نعاني وهي نعاني معها، ولا قوة بيدي، مريضة من العملية ما نخرج. كثر خير ربي، كثر خير ربي وليداتي. القلب معمر والضر ياكل فيا، واش نقول لوليداتي؟ هذه اللي نقول لكم. هذه السيدة ظلمت من قبل المسؤولين، أقصيت من السكن الاجتماعي مرتين، تناشد أصحاب الضمائر الحية أينما كانوا أن يرحموها ويرأفوا لحالها. درت دوسي تاع سكنة في 2017، بعد كي توجهت للمير كان وعدني باش يعطيني سكنة، ومن بعد في آخر لحظة تخلى عليا جبد، بس كش الوضعية تاعي كانوا شافوها اللجنة، خرجت لي اللجنة وشافوا كيفاش الشتاء تكثر عليا، كيفاش في الصيف يدخلوني الحنوشة، ولادي توجو نخاف عليهم. منين تصب الشتاء نقول بالك دوك تريب علينا بالك كذا. ومن بعد كي الحق وقت باش يوزعوا السكنة لقيت اسمي كاع ما كاش. نهار اللي عاودت نجري ونحوس على الدوسي قالوا لي الخدامين باللي الدوسي تاعك نحا وحطوه بجهة. انا ما فهمتش علاش الغالي، خاطش كنت خرجت في لاليست الاولى، ومن بعد كان الظروف قال لي ما كاش كيفاه منا خليك لا دوزيام لا ليست. من بعد كي وصلت دوزيام لا ليست ما كاش، ما عرف نشوف برنامج فعلوا الخير نخرجوا كيفاش يعاونوا الناس كيفاش يقوموا بهم. عاونوني، راني اختكم، نطلب منهم يوقفوا معايا خاطش ما عندي حتى واحد ابار ربي سبحانه. حنايا عندنا نظره المجتمع للمراه المطلقه نظره بزاف ماشي مليحه، يشوفوها كاع بلي عيانه، يشوفوها بلي حتى ما نقدرش نخرج نقضي لولادي، ما نقدرش حاجه، ما نقدرش نديرها، نخاف من رده فعلهم بزاف. وحنا راه في مجتمع ما يرحمش سوقت المراه المطلقه، ولادي حلمهم الواحد تكون عندهم دار، خاطش عياو بزاف ما يقدروا يقراو نورمال، ما يقدروا يركزوا. الطفله دي ذاك تقول لي ماما حنا كنت اي فرج علينا ربي. لا شيء مستحيل في برنامج وافعلوا الخير بحول الله. ستتكرر الوقفات النبيله لاهل العطاء، ولن تترك هذه السيده وحيده في هذا الكوخ الطوبي.